أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. أعلنت دول أوبك بلس رفع إنتاجها من النفط الخام بمقدار 120 ألف برميل يوميا في آب الماضي. وبحسب المنظمة فإن دول العراق وإيران ونيجيريا عوضت التخفيضات الإضافية من قبل السعودية وروسيا، حيث بلغت متوسط مجموع إنتاج دول أوبك بلس مجتمعة 40 مليون و500 ألف و2000 برميل يوميا في الشهر الواحد. هذا ونما الإنتاج النفطي في العراق بمقدار 110 ألف برميل يوميا، في حين ارتفع الإنتاج النيجيري بمقدار 60 ألف برميل يوميا. وحافظ الإنتاج الإيراني على معدل 2,905,000 برميل يومياً. قالت وكالة رويترز إن السعودية تواجه خطراً كماش اقتصادها هذا العام بعد قرارها تمديد خفض إنتاج النفط الخام. وبحسب تقرير للوكالة فإن الرياض مهددة بتراجع إيراداتها هذا العام بعد قرار خفض إنتاجها النفطي، ما يبرز بشكل واضح وجلي أن اعتمادها لا يزال كبيرا على النفط الخام مع سير إصلاحات لتنويع الأنشطة الاقتصادية بوتيرة متباطئة. أعلنت وزارة الزراعة في العراق فتح باب الاستيراد لتسعة محاصيل زراعية في ظل تضارب بالتصريحات حول وجود فائض أم عجز فيها. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي أن العراق سمح باستيراد تسعة محاصيل زراعية، منها البطاطا والطماطم والخيار والباذنجان والشجر والبامية وغيرها ضمن المحاصيل الرئيسية. ومن المثير للاستغراب أن وزارة الزراعة كانت قد فتحت باب التصدير لخمسة محاصيل من بينها الطماطم والبطاطا والخيار بسبب تحقيقها فائضاً في الإنتاج، لتعود بعد ذلك وبعد ثلاثة أسابيع تماماً لتعلن عن العودة لاستيرادها. أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الانتمائي تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من سلبية إلى مستقرة. وأبقت الوكالة التصنيف الانتمائي طويل الأجل للعملة الأجنبية لتركيا عند تصنيف بي مع تعديله من سلبي إلى مستقر. وأكدت الوكالة أن هذا التعديل يعكس العودة إلى مزيج سياسات أكثر تقليدية وثباتاً، ما يخفف الضغوط على ميزان المدفوعات، متوقعة أن يزيد البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 35% بحلول نهاية عام 2023 وإبقائه عند هذا المستوى في 2024. حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو من الارتفاع الحاد بأسعار الأرز العالمية، حيث وصلت لأعلى مستوياتها منذ 15 عاماً خلال شهر آب المنصرم. وأقلت الفاو أن حظر الهند أكبر مصدر ومصدر للأرز عالمياً بعض مبيعات الحبوب، وعلى رأسها أرز إنديكا الأبيض المعروف، حيث أدى هذا إلى رفع أسعار الأرز بنسبة 9.8% مقارنة بالشهر السابق. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار العملات والمعادن وأسعار صرف العملات الأجنبية.
لكم التحية وإلى اللقاء.